ونحن في محضر الحسين، بمعنى أننا في محضر النور، بمعنى أننا في محضر النور، كقرآن في كتب الخاص والعام، أعظم مثل ضربه الله تعالى في القرآن له، والله انتبه لي، لا يوجد مثل في القرآن أعلى من هذا المثل، نقطة راس سطر. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. الخاص والعام قالوا المشكات فاطمة، أقول الخاص والعام يعني إجماع المسلمين قالوا المشكات فاطمة، نقلا عن رسول الله أن المشكات فاطمة. تلقى رب العالمين يقول مثلهم، شوف بداية القرآن المثل موجود، مثلهم كمثل، نعم مثل المنافقين طبعا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ذهب الله منه، مو شي ولا مثلهم، مثل المنافقين. الطريف القرآني يمثل مثلهم بالنار، أما آل البيت عليهم السلام لما يريد يمثلهم يمثلهم بمن؟ بالنور. النار خلق منها إبليس باعتباره من الجن، والجن خلقهم الله من مارج من نار كما في نص القرآن الكريم. يعني النار خلق منها إبليس، أما النور خلق منها النبي وآل النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفرق بين النار والنور، فرق بين النار والنور.